Unity 3, Gifts of Youth, Writing, Cause and Effect. يعني ال cause السبب والنتيجة. Let's do exercise B, page 42. Fill in the blanks in the table with other cause effect sentences. عندنا هاد لا طابل وغادي نملؤوه بجمل اللي فيها السبب وجمل اللي فيها النتيجة. عندنا جوج الجمل عندنا تما مع طوم ميس دو باس، يعني طوم ما شدش الطوبيس. اشني النتيجة؟ هي هاد تو ورك هوم، اذا كان عليه خاصو يمشي على رجليه للدار. رقم جوج، اي وركت فيري هارد، يعني اشتغلت بجد ولا باجتهاد. نتيجة افكت، اي جوت ا فيري جود مارك، يعني حصلت على نقطة جيدة. هين سموكت ا لوت، هين كتدخن بزاف. نتيجة شي هاد لان كانسر، عندها سرطان الرئة. تيريزا didn't use contraceptives، يعني تيريزا ما كانش كتستعمل وسائل منع الحمل. النتيجة she had a lot of children، كان عندها بزاف ديال الدراري. drank alcohol، يعني خمسة كتشرب الخمر، كانت كتشرب الخمر. النتيجة she had a broken family، يعني عندها النتيجة أن الأسرة ديالها تشتات. They have a lot of corruption، عندهم بزاف ديال الرشوة. النتيجة there are few jobs، كاين مناصب شغل قليلة، لأن الرشوة كتحبس الاستثمار، واللي ما كيكونش استثمار ما كيكونوش مناصب الشغل. Dictators stop freedom of speech، يعني الديكتاتوريين كيحاربوا حرية التعبير. النتيجة أن المشاكل تتفاقم، يعني ما كيتسيبوش الناس كيتكلموا على المشاكل، وبالتالي عوض باش كيتكلموا عليها باش تحل كتفق. They have no sexual education، يعني ما عندهمش تربية جنسية. النتيجة they have a lot of teenage mothers، عندهم بزاف ديال الأمهات العازلة. Here are some modal sentences with expressions of cause and effect، هادو مجموعة ديال الجمل اللي فيهم العبارات اللي كلمات ديال الربط اللي كتعبر على السبب والنتيجة. حيحة was always late، حيحة كان ديما متأخرة. therefore لهذا سوري، حيحة كان دائما متأخر، لهذا فقد الشغل ديالو. therefore هند smoked a lot، هند دخلت بزاف، كان كتدخل بزاف. consequently كنتيجة كان عندها سرطان الرئة، lung cancer. Teresa didn't use contraceptives، for this reason she had a lot of children. Teresa ما كانش كتستعمل وسائل منع الحمل، لهذا كان عندها بزاف ديال الأطفال. خامسة drank alcohol، as a result she had a broken family، يعني خامسة كانت كتشرب خمر، كنتيجة أن الأسرة ديالها تفككت. due to corruption، يعني بسبب الرشوة. there are few jobs، يعني مناصب الشغل كتكون قليلة. thanks to drought، بسبب الجفاف. بدأوا desalinating sea water، بدأوا تحلية ماء البحر. therefore I am، أفكر إذا أنا موجود. since dictators dick هذا المستيك هنا dictators I'm sorry since dictators stop the freedom of speech problems get worse، نظرا لأن الديكتاتوريين يوقفون حرية التعبير فإن المشاكل تزداد سوءا. Because of the absence of internal democracy، some political parties and associations can't attract young، بسبب غياب ديمقراطية داخلية، بعض الأحزاب السياسية والجمعيات لا تستطيع مثلا
Jelba Shabab et la Sophie. SI, page 43. Are these cause and effect sentences correctly or incorrectly built? Write C for correct and I for incorrect. The incorrect or incorrect sentence. يعني مجموعه ديال الجمل اللي فيها هاد العبارات ديال السبب والنتيجة اللي صحيحة غنكتبو قدام C يعني صحيحة وغنخليوها واللي ما صحيحاش غنكتبو قدام I incorrect وغاد نصحوها. Number one. The test was difficult since I didn't get a good mark. هذه راه غير صحيحه. Number one. Incorrect. صحيحه. Since the test was difficult, I didn't get a good mark. بما ان الامتحان كان صعبا لم احصل على نقطة جيدة. Number two. تغييرها. Incorrect. صحيح هو. Our plane was delayed. يعني الطائرة دينا تأخرت بسبب الجو. بسبب المناخ ولا الجو because of the weather. رقم ثلاثة راح صحيحة. Thanks to his hard work and perseverance he managed to graduate from university in a very short time. بسبب اجتهاده وإصراره تمكن من التخرج من الكلية في وقت وجيز. Okay. Number four. خطأ. It's incorrect. صح ديال هو. My friend loves music so much. As a result, I will get him an iPod for his birthday. الصديق ديالي كيحب الموسيقى بشكل كبير. كنتيجة هذا غنشري لي واحد الايبود بمناسبة عيد الميلاد. Correct. Since you are all tired now, we'll leave this for tomorrow. بما أنك تعبان حاليا غنخليو هادشي إلى الغد. Number six, it's correct. This accident doesn't matter. هذه الحادثة ليست بمشكلة بما أنك ستؤدي التعويضات. As long as you pay for. SSF, page 43. Join the following parts using suitable transition words to make meaningful sentences. يعني عندنا جوج الجمل غادا ربطوا بيناتهم بهذوك لي زيكسبرسيون ديال الكوز اند افكت ديال السبب والنتيجة باش يكون عندنا جمل عندها معنى. دين كيما كنقول لكم ديما خاصكم ديروا الاكزرسيس هو الاول عاد من بعد تشوفوا الفيديو باش تعرفوا الاجوبة. الاجوبة هي كالتالي. Number one. Daily exercise strengthens the heart. يعني التمارين اليومية تقوي القلب. Consequently كنتيجة. يعني ديروا consequently ولا as a result ولا for this reason ولا therefore. غنديروا اي عبارة من عبارات السبب والنتيجة. كنتيجة many people who exercise daily have healthy hearts. يعني العديد من الناس اللي كيديروا التمارين يوميا كيكون عندهم قلوب صحيحة. Number two, I got home late. يعني وصلت للدار متأخرا. نتيجة therefore I missed my television favorite program. نتيجة انني فقدت برنامج التلفازي المفضل لدي. رقم ثلاثة. Because of the country's economic crisis, it has been very hard for poor families to pay their bills. Because of بسبب الأزمة الاقتصادية للدولة. يعني أن العائلة الفقيرة واجهت صعوبة في أداء الفواتير ديالها.